شبك. لونا مرضي. السمك بدك تاكل سمك كوريت سمك معفن كمان الحبه نفسها يا هيك يا هيك يا هيك اكره شيء تخدرك احيانا اوكي بتعرفوا بنعتذر عن تحدي ما رح نبلشه اصلا انه انا بحب اخبركم انه اللي جاب هي هو استاذ لؤي طعمته كثير طيب وفي حبات طعمته مو مقبول يعني شو مثل شو سمك معفن بيض بس وحده لا 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 بيض لا بقى قوية يعني بدها تضرب بدها يعني ما بدي ايدي علي مو مقبولة مو مقبولة طب ليش عم تقليني بدنا قولي بدي قول ليش انت ما بتخلي حدا انا ما بخلي حدا هيك ولا كلمة طيب يا جماعة قبل ما نبلش هذا الفيديو عن جد بدنا نقول ميرسي كتير 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 وشكرا كتير كتير لدعمكم واحد واحد وحدة وحدة نقطلع غبرة يا جماعة نحن وصلنا 550 او وصلنا 560 الف صراحة هيدا كتير انجاز انه نحن بالنهاية بال 2019 بلشنا معكم طبعا على فكرة في كتير ناس عم بتشوف الفيديوهات بس ما عم تشترك نتمنى من كل حدا بيشوف الفيديوهات يشترك معنا شو رايكم نعمل حملة كبيرة انه حملة توصيل عائلة على يوتيوب لل مليون مليون هلا بقى والله العظيم حلو يا جماعة تعرفوا على المليون في شيء عن جد ما بتخيلوه او يمكن في بعض منكم يتخيله على المليون انا متخيل بدي زد 3000 واتركها توقع على الارض بقى يعني عرفتوا انه هيك يعني شيء شيء هون بالبيت يعني. انا بدي زدتك من الشباك كمان ممكن هيك عملت شخ عملت انه ايه بدنا هيك دعم عن جد بقى بدنا نوصل للمليون هيك شو رايك عن جد نوصل للمليون بسرعه اوكي يا جماعه بس رح نقول لكم عن جد من القلب شكرا كثير ويلي مو متابعنا على حساباتنا على الانستغرام رح احط 3 حسابات هون تابعونا باسرع وقت وكونوا كلكم معنا رح تشوفوا هنيك اول باول كل شيء عم ننزله وكل شيء جديد وكمان عن جد بدنا ندعمكم لان دعمكم هو كل شيء حلو هلا بحياتنا على فكره انه يعني جد دائما اول شيء نحن بنطلع عليه بعد ما يطلع الفيديو 100 كومنت 200 كومنت 150 كومنت 300 كومنت 600 كومنت انه كثير حلو لما بنشوف هالكومنتات بغض النظر بنقرا كل شيء بنحاول يعني بنحاول نرد على نحط قلوب ونحط يعني بنحاول بس انه جد يعني نشكر الله انه كثير كثير تفاعل حلو منكم وعن جد ميرسي كثير لكم بتعرفوا شو في حدا قاعد هون وناطر مين استقبل معنا جورجيو جورجيو اليوم معنا بالتحدي واخيرا اليوم الفيديو هيك رايق قاعدين بس الا ما يكون في شيء هيك اوكي 1 2 3 هذا الكل يا جماعه فيديو اليوم سقاله اليوم في سقاله فيديو اليوم كنت انا عم دور على امازون وشفت هالاختراع هذا قال في مين اليوم ما يخليني احكي ولكن ما راح ينتقم قال انت بتحكي فاتح علي الحكي فاتح علي الحكي كل ما يحضر فيديو بكون ماسك اعتبره هذا موبايل كل ما سكك الموبايل بيقول لي انت بتحكي كثير اكثر مني اليوم اليوم بس فاتح علي الحكي قمت جبت هيدي ال ما بعرف شو اسمها يعني بس اللي مكتوب عليها تحدي الحلاوه المعفنه ناكو اوكي قبل ما نبلش فيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب ويلا جرس فعلوا زر الجرس هلا اول شغله ما بصير تشمي اول شغله بتبرم وشو بيجي عليها بتاع اللون اللي بيجي انا متعب انا متعب اوكي ورجيني شوي هلا هون يا جماعه شوفوا هي عم يشتغل لوي هون يا جماعه عندنا هيدا الكرت عليه السهم مثل ما شايفين ليك انا برايي نمسك السهم نعمل لهم اياه هيك اوكي لوين بيجي؟ ما نحط كاميرتين مشان المونتاج كثير صعب عليهم جد شوفوا انه فيه هو كل الوان الحلاوات اللي موجوده هون الحلاوات موجوده وانا زكي طلع هدول كل واحد رح ياكل حلاوه حجره ورقه مقص حجره ورقه مقص
انت اول يا واحد اثنين لا خليكي شو ليك بين عليك انا هسه ما شفت ها على الحمراء لا شو هيدا ايه شو ايه هي الملونه هيك قلت لك ما بصير تشمي ليك في حبه ملونه اخضر وازرق واحمر اخضر في ريحه بخشل لك شو عم تمزحي وحياة الله في ريحه مميته طبعا هدول هن الحبات لون ابيض هي اللون الابيض الملون شوفوا هاد يلا فرجينا ها يلا خذ محل شو بدي اعمل تاكلها خذ محل يعني هي بس قرطه خلصنا قلت لكم تخدر هي اول ما بتاكلها فيها طعمه سكر وهيك بس فرزة المادة اللي بدري شو بقلبها بيطلع شغلات غريبة عجيبة اوكي هلا دوري طعمة غسالة صحون وسخة ثلاثة ديري علينا بس ممكن تكون الله أعلم لا بدك تاكلي بدك تاكلي بدك تقرطي بتصطاد طعمي تحسي بالطعمة هيك تعمل تالي ريحة الكلاب طلعت راحت تالي شو الطعمة؟ وقفوا لقلكم شو الطعمة طلعت لها؟ كلاب صح؟ أكل كلاب معلب ليكو أنا؟ لا لا تقولوا دوري تنسحبي؟ أنا هذا التحدي رح يوصلني على المشفى والله بابا كلها يلا قرطة واحد اثنين شو طيبة؟ شو الطعمة؟ ما بعرف بس طعمة مقربة مي هيك مي بعتقد ريحة طعمة ضرطة أنا رح أترك لكم يا عالموت تحملوها توت عن جد توت ثلاثة شو بتتنغم بالطعمة أنت اللي بتقرف يعني شو بدي أعرف لك تعرفي شو انه هو من الريحة اللي عم تطلع منهم هدول ما بعرف شو هي ولا انا طعمة مقرفة ايه شو هي طعمة مقرفة بس فيها سكر ما في شي فيها سكر انا ما حطيت تمي طلعت روحي لا لا فيها سكر بس طعمة مقرفة ما بعرف ايه قولت لك فيها كثير سكر نين لا ما في ريحة لو بدك تاكلي بدك تاكلي تستطع لك شوفوا يا جماعة هي وجوجي بالله يقولوا مين اللي بيفوز ومين اللي انه عم يعمل هالتحدي مزبوط بالله ليكو ليكو حتى ها دغري يا بطني شو الفريحة صحيت شو هاد شو طعمة شو بدنا مرشة ورجيني شو اسمها هاي على فكرة حاسس هدول بس المطيبين حشرة معفنة وين رايحة راحت بدها تراجع تاليا لونا لونا حظنا يا حظنا المطيب لا ما تكب علينا مي لؤي بدك ابعد علي مي جابالي قتلك اليوم عاد ما بتسالني ايوه شو شي طيب ما شي طيب مبين على الاخر يعني بابا بهنيك هيدي هي سودا يعني ستينكي بابا سكونك سبراي يعني فسوة فسوة قط 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 ممكن اثنين ثلاثة هاي طلعت لي طعمتها طيبة وحياة الله طعمة شو؟ بيتش صح؟ بيتش واحد اثنين ثلاثة كلية يلا يلا أنا عم باكل بقرب بستمتع بالطعم أنا فايز لهلأ يا جماعة أنا فايز هي ما فيها فوز وخسارة لا فيها فوز وفيها عقاب إذا بتريدوا يلا دخلة بتمك وعبنا ما بيصير طيبة كيك طيبة بيرثي كيك شو؟ أي ما بدي أي ما أنا شو؟ أنا وجورجيو تعالي بدنا نتعصب على فكرة ما طيبة؟ شو أستا في احتمال تطلع مو طيبة؟ Thank you.
هي الطعمة مو طيبة. شممني. شممها لأمها. الله لا يعطيك فرع. ديرتي ديش واشر. يا ديرتي ديش واشر يعني غسالة صحون وسخة. بابا. والله الواحد بيخربت بالطعمات. لا لا. ما قلت لي. بس لكم. هاي الطعمة أنا وطلعت لي أول شيء جد خربطت فيها ما كتير. بس بعدين يعني حسيت في شيء معفن بلش يطلع لي يعني مثل ما صار بجورجيو هلا. شو؟ صفرة وعليها ابيض. واحد اثنين ثلاثة. بدك تاكلي بدك تاكلي وتستمتعي تاني اذا بتريدي. لا لا طيبة طيبة هي طيبة. نكتوم صفرة صفرة هي طلعي هي لونا طيب بعفن. بس لقلك شغله لقلك شغله هذا دوري كان. والله العظيم لا لا بصير بده بابا هلا يعمل مرتين. لا لك بيض معفن راح التالي شو. لا 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 يعني دغري ايه عمهلك رجعي. لا 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 حطي وين انا بدي يطلع لي شغله طيبه. طب هيدا بلا هيدا بنعمل هيك ونشيل هيك على طيب على عمياني ايه لك ريحه ايديا شيء معفن. ايه لا ايه لا لا شمو لا جوز هند شمو يا شكلها طيبه. شو؟ ما تغزلني. شو لون الشرطية هاي؟ يمكن جوز هند ما؟ أبيض وفياش. إيه فانيليا أو جوز هند. استغفرك يا الله. الأبيض هاي توستد مارشميلو. عضية عضية منيح. عليك إياها مشان تستطعمي فيها كويس. شو؟ شو الطعمة؟ عارف شو صار فيها اليوم؟ على فكرة أنا هي طلعت لي من شوي كوكونات. أنت شو طلع لك؟ سبويلد ميلك. حليب خربان. يا جماعة فيديو اليوم طلع. شو هاي؟ شو بك؟ حظ اليوم تعيس. شو بك؟ لونا؟ اه وحياتي شو شبك طعمة حليب معفن كثير طيبه صار زمان هيك بالبراد يا بتبكي يا جماعه وحيات الله شبك لعت ما طب امانه قد التحدي ليش بتعب لي راح ما حبيبي راحت تجيب المان ومعفن هلا كله طيب بعده انا بدي اهل كلها تروحي والله العظيم بيخلي الواحد عن جد يعني انا بكيد لاني انا اكره ما عندي بالحياه هي الروائح المو طيبه والطعم المو طيبه يعني بموت بموت منهم فاليوم انا نبتت يعني هذا اصعب تحدي ممكن بعمله بحياتي يا جماعة فيديو اليوم خلص ان شاء الله يكون عجبكم وعجبكم الشيء صار فيه سلينا بانه تالين هيك صار فيها انبسطنا انه تالين هيك صار فيها اول مرة انا بحس حالي فزت هيك فزت بالتحدي وانا بس لازم كرمالي تعرفوا قديش تحطوا كم لايك لاني انا عملت هيدا التحدي 50,000 لايك وصلوا هيدا الفيديو لحتى نخلي لحتى تالين تاكل بيضة معفنة عن جد. يا جماعة عن جد رح نقلكم انه فيديو اليوم خلص ان شاء الله يكون عجبكم قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب انطرونا بعد بكرة باي.